في هذا الزقاق بحي القصبة بمدينة طنجة يقع مقهى الشريفة الثقافي يستقبل عشاق الثقافة المتعطشين للمعرفة، يضع رهن إشارتهم مكتبة تضم كتبا في مختلف المجالات. بالنسبة للمقهى الشريفة هو حسب فيديو قديم حسب الناس ديال المدينة العتيقة فإن هذا الفضاء هذا كان مقهى يسمى بمقهى السطح. الغرض من إنشاء مقهى ثقافي في هذا الفضاء هذا هو يعني إعادة الإشعاع لهذا الفضاء هذا. لوحات تشكيلية، صور فوتوغرافية، وتحف فنية تؤسس فضاءه، تمنح لزواره لحظة سفر بين الماضي والحاضر. كتدخل هنا كتجبر بزاف ديال الناس، كل واحد شني كامل، اللي كيقرا كتاب، اللي كيرسم، اللي كيصبا، اللي كيجوي لا موزيك، كلها شني كيعمل. وانا بالنسبه لي شحال هذه كنت كنخدم بزاف في الدار، دابا ماشي كنضطر، واجب عليا نجي لهنايا باش تعطيني واحد الرغبه نخدم. كنجبر النشاط، كنجبر الاصدقاء ديالي اللي ما كنتش كنضطر نشوفهم قبل دابا كنشوفهم. اكتشفت هذا الفضاء بالصدفة، فعلا مكان رائع وساحر يطل بشكل جميل على مدينة طنجة. أحس بالراحة والطمأنينة في هذا الفضاء الذي أقضي فيه ساعات طويلة بين اللوحات التشكيلية والكتب. مقهى الشريفة اسم مميز وموقع استراتيجي وثقافي بعاصمة البوغاز، جعل منه قبلة سياحية يحج إليها الزوار من مختلف المناطق من خارج المغرب ومن داخلها.